امبارح كنا كلمناكم على حفلة احتفالنا ب5 سنين على إنشاء CBC، والحقيقة إنه جزء مهم جدا مما قدم في هذا الحفل هو التعاون المشترك اللي هيكون بيننا كسي بي سي وبين مؤسسة أوسان. خلونا نسمع أولا ما قاله رئيس مجلس إدارة مهندس وليد العيسوي والسيدة خلود أبو حمص ممثلة أوسان. نسمع ما قالوه، إيه البرامج اللي هيتم تقديمها بالتعاون بين الشركتين أو بين القناتين، وارجع أقول لكم عندنا إيه. ساتردي نايت لايف هيكون على CBC. اسمحوا لي قبل ما اسيب الميكروفون اعلن على اتفاق خاص جدا احنا كلنا كسي بي سي تيم سعداء بيه جدا، وهو بروتوكول التعاون اللي ما بيننا وما بين او اس ان في الكثير من المحتوى بتاع 2016. فيسعدني ان انا اتشرف بالاستاذه خلود ابو حمص نائب رئيس نائب رئيس المدير التنفيذي لاو اس ان انها تتفضل معايا هنا. خلود هتقدم الحاجات اللي فيها تعاون ما بيننا وما بينهم في 2016. اتفضل. شكرا وليد، وشكرا للسي بي سي وحضورنا الكرام. بس بحب احكي اول شيء انا لابسه احمر او اس ان، يعني اون براند، وانا الوحيده اظن لابسه احمر هون. وجودي هون هو رمز لإيماننا المشترك بأن الطريق الوحيد لتطوير صناعة الإعلام العربي هو التعاون، التعاون ما بين القنوات، التعاون ما بين المنتجين. الطريقة الوحيدة لرفع مستوى الإنتاج العربي هو تكثيف، مش بس الجهود، هو تكثيف للاستثمار. هي مسؤولية علينا جميعاً لرفع مستوى الإنتاج العربي وإعطاء فرص جديدة لجميع الكوادر اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام. ومن هون إجت هذه الشراكة اللي راح تكون مع السي بي سي، واحنا مع عدد كبير من القنوات حنشوف عدد كبير من برامج او اس ان او الانتاجات في بعض الاحيان المشتركه ما بيننا وما بين السي بي سي على قنوات او اس ان، على شبكه او اس ان، وبعديها على السي بي سي. واليوم بشرفني اني اقدم 3 برامج. البرنامج الاول هو اس ان ال اريبيا، لايماننا المشترك بانه في هناك لازال فجوه كبيره في مجال انتاج الكوميديا. برنامج اس ان ال اريبيا هو النسخه العربيه لاهم برنامج كوميدي في العالم. له البرنامج ماشي حوالي 40 سنه، اطلق عدد كبير من الكادر الكوميدي العالمي، وبشرفنا جدا بالتعاون مع تيفيجن والاستاذ الكبير طارق الجنايني انه نجيب هذه النسخه للعالم العربي. إلنا بنشتغل على تحضير البرنامج تقريبا 3 سنين، اشتغلنا على الطريقه خلينا نحكي الاجنبيه في الاعداد. فريق الاعداد والكتاب اللي موجودين هم واللي بشرفني وجودهم راحوا على نيويورك، وقعدنا تقريبا 18 شهر في عمليه الاعاده والدراسه والتفكير. اخراج المخرج الكبير عمرو سلامه وباسل مبارك. طبعا هناك مجموعه من الشباب العربي اللي بنفتخر فيهم، شادي الفونس، خالد منصور، وحبيبي جورج عزبي. البرنامج الثاني اللي بنحب نقدمه اللي هو اكبر دراما عالميه، ومن هذا المنطلق احنا قمنا بشرائه وتقديمه للشرق الاوسط، وهو برنامج او مسلسل قسم سلطان. بالحقيقة هو أكبر دراما تاريخية بسرد حياة المملكة أو التاريخ العثماني 50 سنة بعد وفاة سليمان القانوني. خلينا مع بعض في التقدمة قصيرة.
السلطانة قسم قريبا على سي بي سي. أخيرا وليس آخرا، برنامج مسابقة من سيربح المليون اللي هو غني عن التعريف مع الأستاذ الكبير جورج قرداحي، وإيمان الكبير بأنه في هناك بعض البرامج بتدوم على المدى الطويل، وكونه برنامج ترفيهي لكن له مسج تثقيفية واضحة في العالم العربي مع من سيربح المليون. مع أول نغمة موسيقى بنعرفه، كل واحد منا بيصير يعتقد انه عنده فرصة، بيعتقد انه حلمه ممكن يتحقق وانه قادر يربح المليون. من خلال هالبرنامج الجميل عرفتكم وعرفتوني، ومن خلاله تحققت احلام كثيرة، وبعد في احلام اكثر يمكن تتحقق مع من سيربح. من سيربح المليون الخميس الساعة 11 مساء على سي بي سي. بشكر خلود على وجودها معنا النهاردة وتشرفها لينا في مصر الأرض. إذن هذه هي مجموعة البرامج اللي فيها تعاون بين او اس ان وبين سي بي سي، وخليني اقول لكم ساتردي نايت لايف او اس ان ال اريبيا، وده النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الاشهر، برنامج سكتشات الكوميدي الاشهر اللي طلع اهم نجوم الكوميديا في العالم وفي امريكا بالذات. هذه النسخة العربية اللي هتنتج وتعرض بين سي بي سي وبين او اس ان، وهيكون فيها مجموعه من الشباب زي شادي الفونس وغيرهم من شباب الكوميديا. عايز اقول لكم انه برامج السكتشات الكوميديه دي مش غريبه علينا في مصر، كان دايما عندنا برامج كتير سواء اذاعيه او تلفزيونيه، فؤاد المهندس وخيريه احمد وعبد المنعم مدبولي، كان دايما في هذه البرامج كانت موجوده بشكل واسع. نتوقع لبرنامج ساتردي نايت لايف ان هو يحوز اعجابكم باذن الله. والحقيقه ان انا لازم اشكر بشكل كبير الشركه المنظمه ايفنت هاوس، الحقيقه انه الحفله كانت منظمه بشكل يعني دقيق وراقي ومحترم يحترم كل الناس اللي كانت موجوده، ما كانش فيه غلطه واحده، وانا قليل لما احضر حفله ما فيهاش غلطه. فالحقيقه انه فعلا الحفله كان ما كانش فيها غلطه، التيم اللي اشتغل عليها يعني طبعا موسى ابو طالب، رانيا فؤاد، ليلى عمر وغيرهم من الناس اللي اشتغلوا معانا هنا، ميدو شعبان، طبعا منار الامين اللي كانت ما بتنامش تقريبا، كل الطقم ده، محمد هاني، ديانا الضبع، كل الطقم اللي اشتغل سواء من سي بي سي او من ايفنت هاوس، انا بشكرهم شكرا جزيلا على هذا الوضع او هذا الحفل المشرف.